طيب بص يا فاطمة، هنروح، اسمح لي يا كريم، برضو هنروح اتفضل. على التليفون معانا كابتن محمد إبراهيم المدرب العام لرجال يد الأهلي. احنا لازم قبل أي حاجة نقول كابتن محمد يعني صباح الخير وألف مبروك وأداء أكثر من رائع والناس كلها فرحانة، فده كده قبل ما نبدأ أي حاجة يعني. صباح الخير عليك يا نهوان، صباح الخير على كريم، صباح الخير على فاطمة صديقة عزيزة برضو. صباح الخير. الحمد لله، والله يبارك فيكم جميعا، وإن شاء الله الجاي أحسن. صحيح. لا بس قبل بقى ما نتكلم في اللي جاي طبعا والبطوله النهارده باذن الله اللي هتبدا، بس خلينا نتكلم شويه برضو عن كاس السوبر الافريقي والانجاز اللي احنا مش بنتكلم بس اللي هو بيتوج اخيرا بالكاس، لا انت وراك كواليس وراك احداث وصعوبات وماتشات وتدريبات وغيرهم احنا يمكن كجماهير مش بنشوفها، لكن اكيد حضرتك عشتها وشفتها واكيد في حاجات احنا حابين برضو نسمعها، لان مشوار النجاح ده لازم برضو نستعرضه للجماهير بتاع النادي الاهلي. اتفضل يا كابتن محمد. والله الحمد لله، يعني اول حاجه احب اقولها ان اي نجاح او اي حاجه بتحصل هو في الاول وفي الاخر توفيق ربنا وكرمه علينا، ده رقم واحد. رقم اثنين طبعا احنا جينا كان الفرقه نتائج مش احسن حاجه، يعني نبقى صراحه. صحيح. لا صحيح. وكان علينا يعني عبء كبير او مسؤوليه، بلاش نقول عبء، مسؤوليه كبيره من اداره النادي مش رياضي، ان احنا لازم الموضوع ده يتغير، لان ما ينفعش النادي الاهلي يقعد 4 سنين ما ياخدش الدوري ويبقى بعيد عن منصات التتويج. فكان في مشروع، ومشروع محترم يعني من النادي، النادي امن بيه ودعمونا فيه. اشتغلنا على الجانب الفني والذهني والنفسي، لان طبعا انت متخيل ان فرقه اما يكون بيحصل فيها اخفاقات لمده 4 سنين بيحصل تاثر نفسيا وذهنيا. طبعا طبعا نقطة مهمة جدا، مش بس القصة بالظبط يعني فنيا ابدا. بالظبط بالظبط، خصوصا ان انت فريق شاب معظمه ناس صغيرين، فانت مضطر ان انت تبقى هو ده الفريق اللي معاك، مش هتقدر تغير حد فيه. واحنا كجهاز امنا بيهم وراهنا عليهم والحمد لله. حصل بعض العثرات طبعا، ان في حصل عندنا اصابات في حوالي 4 أو 5 لعيبه اتصابوا السكواد بتاعنا، كان في محترف مش على قد المستوى الفني استبعدناه. اوريدي احنا بنلعب داخلين الدوري وافريقيا بسكواد من 14 لعيب، واحنا طبيعي نبقى 20 او 18. كل دي تحديات قدامنا، لكن في الاول وفي الاخر اللي بينجح اي مكان هو الانضباط والالتزام، وان احنا طول الوقت يعني ماشيين في اتجاه معين كلنا، مين الموجود ما تفرقش، المهم ان الانضباط او المنظومه تبقى ماشيه. لا هي ماشيه، وبدليل كمان الانجازات اللي اتحققت، بنتكلم في دوري وكاس وكاس سوبر افريقي، وبرضه عايزين نعرف من حضرتك استعدادات الفريق ان شاء الله المشاركه في كاس العالم للانديه لكره اليد. والله بص يا كريم، احنا بناخد الموضوع خطوه خطوه، يعني احنا حاليا خلصنا السوبر الافريقي، فحاليا مركزين في بطوله كاس الكؤوس الافريقيه. حتى احنا انا وديفيد نازلين دلوقتي غالبا ساعه كده، وهننزل نتفرج في ماتشين قبلينا احنا نتفرج عليهم. فبناخد الموضوع خطوه خطوه، ان شاء الله عندنا ماتش قوي يوم الخميس مع الفريق المغربي غدير، والحد في المجموعه، بتكلم عن المجموعه يعني، والحد مع سبورتنج هيبقى ان شاء الله على صداره المجموعه. احنا واخدين الموضوع خطوه خطوه، هنخلص كاس الكؤوس الافريقيه، بعد كده هيبقى عندنا البري سيزون بتاعنا، هيبدا ان شاء الله في نص 7، مجهزين له من دلوقتي ومجهزين المعسكر بتاعنا، مجهزين في بطوله دوليه في اوروبا رايحينها، فكل ده يعني شغالين عليه من دلوقتي لحد ان شاء الله هنوصل لكاس عالم انديه او المرحله الجايه ان شاء الله. طيب هو كان كريم اتكلم مع حضرتك عن الاستعدادات كابتن محمد، طبعا شق اكتر فني، انا عايز استغل الجزئيه اللي حضرتك اتكلمت فيها وهو الشق النفسي وفكره العوده مره تانية والعمل على هذا الشق الاساسي لاي رياضي في العموم، يعني بغض النظر عن الرياضه نفسها، عشان اقدر ان انا احافظ على الروح المعنويه المرتفعه دي في المباريات وفي البطولات القادمه باذن الله. ازاي احافظ يعني انا وصلت الليفل كويس جدا ورجعت الثقة تاني مرة تانية للعيبة، لكن ازاي احافظ على ده وازاي ما يبقاش فيه في نفس الوقت نوع من، مش هقول الغرور، عمرنا ما عندنا غرور للعيبة مهما وصلوا، لكن ما يبقاش فيه كده ايه اريحية، خلاص انا وصلت للي احنا عايزينه، انا كده تمام. النقطة دي برضو مهمة جدا. طبعا يعني حضرتك بتتكلمي في موضوع مهم جدا، وهي كلمة السر في الموضوع ده عشان طول الوقت تبقى شغال عليه، هي الدوافع، كلمه السر الدافع، ان انت طول الوقت تعمل دافع للعيب، تعمل دافع للعيب قبل التمرين، تعمل دافع للعيب قبل دخول اي بطوله، تعمل دافع للعيب بعد ما يكسب، تعمل دافع للعيب حتى لو بيلعب وحش، دوافع دايما لازم صح. تجدد دوافع اللعيبه
وتنشطها باستمرار، لان طبيعي احنا كبني ادمين بصفه عامه مش كرياضيين، احنا البني ادم يحب يكتفي او بيحب دايما صح. يروح للكومفورت زون او للحاجه اللي بتريحه او الاوتو بايلوت اللي هو انا خلاص انا تمام انا مش عاوز تاني. ده طبيعي في الطباع البشريه. صحيح. ده بتغلب عليه ازاي؟ بتغلب عليه بالدوافع، بتجديد الدوافع، ان انت دايما توجد له دوافع جديده، ان انت طول الوقت تحطه ان انت لا مش كفايه، لا احنا لسه انا اقدر اعمل احسن. بالظبط بالظبط بالظبط. طيب فاطمه كانت عايزه بس تقول لحضرتك حاجه برضو كابتن محمد. صباح الخير يا محمد، ورب بالتوفيق دايما ان شاء الله. أمين. انا كنت عاوزه اقول لك برضو يعني ازاي بيفرق مع اللعيبه وجود كابتن ياسر لبيب على راس الجهاز بيبو كره اليد المصريه، وجودك انت داخل الجهاز افضل لاعب دايره في مصر، فده بيفرق مع اللعيبه ازاي ان يكون نجم هو القائد ليهم، وده بيفرق على نفسيتهم ازاي؟ بالزبط. والله يا فاطمه يعني انا طبعا يعني بشكر ربنا، ودايما انا بقول الموضوع ده في اي مكان بروحه، ان انا ربنا كرمني واعتبر محظوظ ان انا موجود طبعا في وسط الجهاز ده او في الاستاف ده، وان طبعا اول حاجه ان النادي امن بيا ان انا سني صغير ولسه مبطل، وان انا ابقى في المكان ده طبعا مشكور مجلس اداره والنشاط الرياضي، وطبعا كابتن ياسر لبيب رئيس الجهاز، طبعا كابتننا وكابتن النادي الاهلي ومنتخب مصر، راجل طبعا قيمه كبيره فنيا واخلاقيا واداريا بشكره طبعا. وطبعا دي بتبقى حاجه كبيره جدا ان يعني الجهاز كله يبقى ناس اصلا تلعب رياضه، وناس كانت كباتن للنادي في يوم من الايام وموجوده في مجال في الملعب وبره الملعب، طبعا ده بيدي زي ما نهاوند قالت طول الوقت يبقى مثل اعلى للعيبه، اللعيبه شايفه قدامها قيمه كبيره. بالظبط. يعني بيبقى الموضوع فعلا في احترام وفي تقدير من اللعيبه او من المنظومه كلها مع بعض. رائع جدا كابتن محمد، بنشكرك جدا، وربنا يوفقكم ان شاء الله في البطوله وترجعوا لنا تاني بكاس تاني وبطوله اخرى. شكرا جدا ليك. شكرا.